FM. الكلمة ليك سي نعيم بن سليمان، مرحبا، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك. رئيس لجنة تنظيم مهرجان الطائرات الورقية والهواء في شاطئ المعمورة 19/20، هذه التظاهرة الرئيسية اللي مش نحكيو عليها اليوم، سينو مش نرجعو نحكيو زاد على نشاطاتكم اللي هي يظهر لي برشا نشاطات، برشا خدمة، برشا عمل كبير في المعمورة، دار شباب معمورة بالأساس. ولا التظاهرة هذه حكينا عليها شوية سي نعيم. مهرجان الطائرات الورقية ساعة ونقدم روحي نعيم بن سليمان بسيفتي منشط دار شباب المعمورة من المنظمين لهذه التظاهرة في دورته الثالثة. المهرجان هذايا نعيشوا إن شاء الله نهار سبت ونهار الأحد دورته الثالثة من خلال تظاهرة تنشيطية ترفيهية هادفة موجهة لجميع الشرائح العمرية والاجتماعية، مفتوحة لكل مستفيد المعمورة، والناس كل تعرف شط المعمورة المزيان، وعنا برشا صياف برشا ضياف من جميع أنحاء الجمهورية وكذلك. يعني يقول طائرات ورقية يقول صغيرات صحيح، لكن أما الكبار ماذا بيهم يلعبوا مع مش يصنعوا معانا إن شاء الله لسيرفالون تاع مع صغار، هم الجو مفتوح للعائلة الكل، وفما طائرات ورقية صغيرة وفما طائرات ورقية كبيرة زاد. دونك نرجع للتظاهرة دي اللي إن شاء الله نهار 19 ونهار 20 تبدأ نهار 19، ونحب نأكد اللي التظاهرة دي راهي تتنظم بالشراكة مع جمعية حماية شريط الساحلي بالمعمورة اللي شريكنا في الأنشطة الصيفية الكل تقريبا، ومكونات المجتمع المدني بمعمورة، وصناعنا الضيف اللي هو نادي أطفال السلوم من ولاية سوسة. علاش؟ يعني المؤطرين متاع الورشات متاعنا هما إطارات نادي أطفال السلوم، وكذلك هما زاد من المؤسسين مهرجان طائرات ورقية في سوسة عنده سنوات. دونك احنا حابين نفتحوا المجال التعاون ما بين ولاية نابل وولاية سوسة من خلال هذا المهرجان، بين زوز مهرجانات مشتبهين إن شاء الله باش تكون فرشات تكوينية على مدار السنة في المستقبل إن شاء الله. دونك نرجع نهار 19 عن العشية بداية الساعة الرابعة، ورشات مفتوحة تحسيسية. الورشة الأولى هي حول الطاقة الهوائية كطاقة بديلة متجددة وأهميتها، وثانيا الورشة الثانية هي ظاهرة المد والجزر لماري. احنا الناس كل يشوفوا البحر يقدم ويؤخر ما يفهمونش علاش وكيفاش، هاي فرصة باش نفهمهم القواعد العلمية أيضا وكيفاش المد والجزر هذا يعيش معانا، المد والجزر والبحار كيفاش يتعاملوا معها بصفة مستمرة. ثانيا في درجة ثانية زادة مد كنرجل الطاقة الهوائية عنها أنواع الرياح، فما الناس نسمع النشر الجوية وما نعرفوش الرياح فيه كشرس والبراني والبراني شنو هذاك، هاي ان شاء الله انا بالحق من الصغير نسمعهم وكيك يضروا نهار 19 كسرعة الرياح من 12 ل 3 والميل والسرعه والعقد ذوك الكل ان شاء الله، الكل المصطفين وضيف وضيوف المعموره بحذانا ان شاء الله في الشط مش يعرفوا ما معنى الطاقه الهوائيه والريح وقواعد وانواع ايضا. يوم الاحد اللي هو اليوم الكبير بالنسبه لنا احنا بدايه الساعه 9 صباحا مسير ورشات تكوينيه في صناعه الطائرات الورقيه من الورق من القماش وايضا وحتى من البلاستيك، باعتبار انه معانا زاد في ضيافتنا المره هذه واللي مش المره الاولى هي الوكاله الوطنيه لتصرف النفايات، كيفاش اكل البلاستيك هذاك اللي هو يعني فوالا اكل البلاستيك اللي ساك بلاستيك مطيش هذاك نجيبوه نحن ونردوه هو طائره ورقيه ونزوقوه ويولي احسن ما يكون ويطير في الهواء، واللي حاجه مهمه للبيئه وتوعويه للصغار والكبار اللي هذوما النفايات نجموا نعملوا بهم حاجه اخرى تفيد وتكون مزيانه برشا. يعطيك الصحه، وهذاك علاش احنا ورشاتنا ونشاطنا ايضا بدار شباب وجمعيه حمايه شريط الساحلي بالمعمورة نشاطنا مبرمج وهادف يهدف إلى تربية الناشئة أيضا. هذه من الحاجات اللي احنا نهدفوا لها في أنشطتنا، وأيضا مش يطلعوا على القواعد العلمية والرياضية في صناعة الطائرة الورقية، ما يديرش هكاك برا، هو فما قواعد علمية أساسية يجب يحترمها ويتعلمها باش ينجم يصنع طائرة ورقية صغيرة في البداية ومن بعد يكبر معها حتى وين يولي طائرة ورقية من الحجم الكبير. جستمو ثم تكنيك هي في الصناعة نتاعها، معناها مش أي حاجة تطيرها في الهواء، دونك ثم حسبة مع الريح مع البوا يظهر لي مع المسألة هذه. كل القواعد هذه إن شاء الله نهار يتعلموها الكبار والصغار، ماشي يتعلموها الكبار والصغار، ومش كون جو عائلي راهو، فما طاولات فما دي باراسول موجودين في الشط الكل، والعائلات يلموا بعضهم، نجم البو مع ولده مع أخوه مع أخته يتلموا مع بعضهم يصنعوا. هذه الفترة الصباحية من 9 حتى ماضي ساعتين، ساعتين ناخذوا راحه صغيره للغداء وترتاحه، الاربعه نعاودوا نرجعوا معاهم مع دوريه التأطير اللي قلت انا فيها العبد لله وكذلك زملائي واصدقائي من نادي اطفال السلوم باش يكونوا معانا في اذا كان فما ريكتيفيكاسيون فما تصليح ولا حاجه. الساعه نتاع اي سي احنا قلت تجربه لانه يعني الساعه الخامسه بالضبط فما لجنه باش يطيروا مش تصير مسابقه كبرى مش نشوفوهم الكل، لانه يعني فما جوائز هامه لاحسن
طائرة ورقية. أحسن واحدة هي اللي تطير أكثر يعني محترم القواعد العلمية والأساسية في صنعها. وفما أجمل طائرة ورقية هي اللي بتكون مزيانة في المنظر وعلى تزويق البلا كيفاش الإبداع متاع الصانع ذاك سواء طفل ولا شاب ولا لا لا حتى العائلة شنو المنظر يعملوه من كل النواحي. وفما أيضا زاد هذه جديدة سنة هو أنه فما مسابقة خاصة بالطائرات الورقية الخاصة. أي واحد عنده سيرفلون في داره يجيبه معاه نهارها كبير ولا صغير ويشارك معنا في مسابقة اون باراليل معناتها بالتوازي خاصة بمعنى معناها ينجم يكون شاريها شاريها من شاريه وإلا صنعه هو وحده مش خارج ما يدخلش في الكومبيتيسيون تاع الصنعة لا خاطر وقت يجيب لك واحدة مصنوعة في إيطاليا يكور بهم الكل يربح بالضبط يعطيك الصحة. هنا دونك فما مسابقة خاصة بالمصنوعين في الورشات الحية واللي جايين من مسابقة خاصة عندنا عامناول شكون جاب من فرنسا جاب الباراسول بزوز خيوط زاد كبير برشا ودخل معنا في المسابقة ومرحبا به باراسول تقوليش طايروا باراسول غادي هي اللي طلت الباراسول خاطر في شكل باراسول شكل باراسول بزوز خيوط انا جبت الباراسول خاطر كان في شكل باراسول الناس كلهم ضحكوا عليه على خاطر هو من الاول قالوا كيفاش مش شبيه هكا شبيه هكا وهي شكل من اشكال الطائرات الورقيه الكبار بالقماش بالقماش السبيسيال فوالا هذايا بالنسبه للتظاهره اللي هي نهارين معناها من 19 20 هذايا البرنامج تقريبا سي نعيم. نرجعوا لبرامجكم انتم كدار شباب يظل ناشطه برشا دار شباب معموره وبرشا مهرجانات وبرشا تظاهرات واستغلوا الصيف خاصه باش تعملوا مهرجانات خاصه بالشاطئ وبالصيف. بطبيعه الحال كما كل صيف المعموره هي قبله المصطفين من تونس ومن خارج تونس دونك احنا كدار شباب نحاولوا ان نواكبوا هذه التظاهره مع مكونات المجتمع المدني. كما قلت لك التظاهره هذه اللي كنا نحكيوا عليها هي مع جمعية حماية الشارع الساحلي. التظاهرة اللي كنا فيها هي مهرجان ما شاركنا به بفقرات مميزة وممتازة هي دورة وطنية في الشطرنج وكذلك شارع الفنون وليلة السينما أيضا كانوا سهرات مميزة. وإن شاء الله وعنا مشاركات وطنية في البرامج الوطنية اللي تنظمها وزارة الشباب والرياضة باعتبار المؤسسة تتبع وزارة الشباب والرياضة في الإشراف. وأيضا السنة زاد عنا تظاهرات متكاملة أيضا مع مجتمع مكونات المجتمع المدني خاصة إن شاء الله إذا كان الويكند هذا عن مهرجان طائرات ورقية الويكند الجاي عن سهرة فلكية مع جمعية تونسية لعلوم الفلك السات باش تكون فرصة للخيان الكل باش يعيشوا معنا أيضا هالنجوم وهالكواكب اللي نشوفوهم باش يشوفوهم بالتلسكوب. وفما تظاهرة ورشات حية باش نفهموا الصغيرات والكبار كل ما يهم علم الفلك بطريقة بسيطة وتحسيسية للمصطفين من غير ما تثقل عليهم لكن تبدأ حلوة برشا. وفي النهار الأحد الجاي إن شاء الله هو الاختتام تاع النشاط الصيفي باش يكون بمسابقة المعمورة في أحلى صورة وهذه دعوة لكل المولعين بالتصوير الرقمي الناس كل عنده بورتابلوات الناس كل عنده بالكاميرا جاء المعمورة مرحبا به يصور أي بلاصة تعجب المعمورة ويبعث هنا على الميل بتاعنا ولا صفحة الفيسبوك بدار شباب المعمورة أو جمعية حماية الشريط الساحلي كيف كيف وأنه احنا من بعد فما اللجنة تختار أجمل صورة وأحسن صورة. نذكر أنه عملنا وعملنا تقريبا 72 صورة شاركت اسنا مش نعاود إن شاء الله مش تكون أكثر من هكذا. الباج فيسبوك متاعكم شنية اسمها بالضبط؟ ميزون جون معمورة بالفرنسية كميزون جون معمورة APLM APLM معمورة ولا هذوما لي دو باج اللي نجموا يبعثوا عليهم المنظمين التظاهرات الثلاثه هذوما مع بعض ان شاء الله. نحب نرجع لسي نعيم للمهرجان مهرجان الطائرات الورقيه اللي معناتها كي نرجعوا سنين التالي المهرجان هذا كان معروف في تونس معناتها سرتو في الصيف وكنا واحنا صغار فما عفاريت الطائر هذيك وقتها كنا معناتها حتى النوادي تشارك ودور الشباب مع بعضها وتلقاها في شتوت الكل معناتها في الاعوام الاخرى وتوا تحس كانه المهرجان نقص الخدمه نتاعو سورتو على الشطوطه معناتها ما عادش نشوفوه في تونس الكل. كلامك معناتها وين المسؤوليه فاش تتمثل في النقص هذايا راجع لشنيا؟ والله الحقيقه برشا عوامل هو اولا نوعيه الانشطه اللي تقترحها المؤسسات مؤسسه الطفوله والشباب في كامل الجمهوريه. انا ما نتصورش انا كان فما واحد اقترحها والوزاره قالت لا هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه ربما المناخ العام للنشاط المفتوح هو اللي نقص شويه في الفتره السابقه والناس كل تعرف الظروف نتاع الانشطه الجماهيريه المفتوحه وهذا يخص كل المهرجانات تقريبا. دونك ان شاء الله احنا املنا كبير انه في المستقبل انه نرجع اذا كان السنه هذه السنه الثالثه كل عام نزيد نقدمه الحقيقه كان عشان نزيد ناكد على المهرجانات هذه باش نوريك اللي احنا ماشيين في المسار الجديد. فما جمعيات من ايطاليا طلبوا منا هم المشاركه
عمناوي وقاعدين تو بصدد تعرف احنا مؤسسه عموميه يلزمنا تراتيب اداريه رسميه قاعدين نتفاوضوا بصفه وديه تويك باعتبار اصدقائي هم اصحابي وان شاء الله الحي كان عشنا مش يكون مهرجان المعموره مش يكون مهرجان دولي ما بمشاركه من ايطاليا من ايطاليا ومن فرنسا وبعدين يولي بيان سور برشا دول تشارك كل ما عنده ريح وبحر مرحبا به هو الطياره الورقيه نتاعو ثم مشاركه باش تكون معكم مهمه برشا سناء دلندا ويلي اللي هي معنا في الستاندار طير برشا طائرات ورقيه باش تكون معكم ان شاء الله في البرنامج مرحبا بيه تشرفنا ومرحبا بكم ان شاء الله تعديوا جو ممتع بحدنا وشكرا للكافا فام لمواكبتها ايضا شكرا لك نعيم بن سليمان ميرسي بوكو يعطيك الصحه هذا كان النشاط اللي نحكيوا عليه الجمعه هذه اللي مش يبدا بيان سور نحكيوا على الطائرات الورقيه وكان معنا رئيس لجنه التنظيم لمهرجان الطائرات الورقيه والهوائيه في شاطئ المعموره يوم 19 و20 دعوه مفتوحه لكل المستمعين كابا فام الكلمة ليك